والدي ما كان عاشق للحروب مثل ما أحياناً أسمع هذا الشيء. لا مو صحيح. يجبر على اتخاذ القرار أمام نفسه، أمام مسؤوليته الأخلاقية تجاه بلده. وقتنا وقت عز كان الناس عايشين بعز وتقدير عالي وما حد يقدر يسيء، عدا أنه اللي يسيء إلى حالة معينة تمس خطوط السلطة يصبح التعامل بشكل آخر، وقد يميل التعامل إلى القسوة. الناس كانت عايشة، الإيرانيين استباحوا العراق بعد غياب السلطة الحقيقية، السلطة الشرعية للبلد، استباحوا البلد وصار البلد بالنسبة لهم محط سهل، يحطون أينما يشاءون وبالطريقة اللي يرتوي. ماكو ردع حقيقي، الحرية تعتمد معنى الحرية بالنسبة لحضرتك ايش تعني. إذا تعني الحرية اللي جتي بعد الاحتلال، شعار رضينا على الدكتاتورية وصارت الديمقراطية، فأني متأكدة العراقي أول من راح يجيبك قبلي راح يقول لك هاي الحرية ما أريد. نعم. رغد صدام حسين، هل يمكن أن تلعب دوراً أكبر من الدفاع عن والدها صدام حسين؟ أقصد بشكل مباشر أن يكون لها دور ما سياسي. كل شيء وارد، العراق بلد منه، أنا عراقية صح؟ نعم، بلد العراقية. إذن بلدي، كل شيء وارد ومطروح على الساحة، كل الخيارات وكل الاحتمالات.